اقسم بالله خط ببلاش وخط ب5 جنيه، مش اورنج بس، لاي شبكه تقدر تجيب خطوط مجانا بشرط واحد بس، تابع معايا الفيديو لغايه الاخر وانت هتفهم الدنيا. ولازم تعمل كده، لازم، عشان تحمي نفسك. اي حد بيشوف الفيديو ده لازم يعمل الخطوات اللي انا عملتها، وانا موثق كل حاجه بالتفصيل، ورحت كمان الفرع. تابع معايا. هتسالني جبت خطوط ببلاش ازاي مع ان مفيش عروض وما سمعناش كلام زي ده؟ لا، تقدر تجيب خطوط ببلاش، ومن حقك كمان انك تقدر تستخدمهم، وكمان ممكن تلاقي فيهم رصيد. مش بس كده، ده انا مصور التجربة بالظبط، رحت الشركة صورت كل حاجة وانا في الشركة وانا بتكلم مع الناس وانا بستلم الخطوط. يعني الفيديو ده انا موثق فيه كل حاجة خطوة بخطوة، وازاي، عشان يبقى كل الكلام قدامك، وعشان برضو المصداقية. تابع معايا لغاية الآخر وامشي معايا بالخطوات عشان تعرف أنا عملت كده إزاي. وخلي بالك أنت بتحمي نفسك، يعني أنت مش بتعمل كده رفاهية، لا، ده حماية ليك. هتقولي إزاي حماية ليك؟ هقولك برضو، تابع لغاية الآخر. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة مستشفى المحمول، معاكم حمدي. يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبوه لي إن شاء الله في التعليقات وأنا هرد عليك. واعمل شير عشان خاطر أكبر عدد من الناس يستفيد من الفيديو ده، لأن الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وفي ناس كتير للأسف بتقع في مصايب بسبب الموضوع ده. لازم تكون مفتح ولازم تكون واخد بالك. الموضوع بيتم ازاي بقى؟ الموضوع بيتم ان انت بتروح على تطبيق اللي انا هسيبه لك ده، اللي هو تطبيق ماي ان تي ار اي. بالمناسبه ده تطبيق المرفأ القومي للاتصالات، تقدر بقى تستفاد منه بحاجات كتيره جدا. يعني تقدر تعرف من اهمها بقى اللي احنا عايزينه في الفيديو ده، شرحت التطبيق بالظبط في فيديو سابق وقلت لكم ازاي تستخدموه، شرحته بالتفصيل الممل، ولكن احنا عايزين منه بس جزئيه ان احنا نعرف كام خط مسجل على البطاقة بتاعتنا. ايه بقى؟ لان هي دي الزتونة. لما انا اعرف كام خط مسجل، ما بيقوليش الارقام، بيقولي كام خط بس. هتكتب رقم البطاقة بتاعتك وهتستنى وتعمل سيرش، بعد ما تكتب رقم البطاقة هيظهر لك الاربع شبكات اللي موجودين في مصر، وانت مسجل ببطاقتك كام خط على كل شبكة. يعني انا ظهر لي ان في اربع خطوط مسجلين على اورنج وانا مش مستخدم الا اتنين بس. فطبعا ده بقى حصل ازاي؟ اكيد حد استغل البطاقة بتاعتي وباع بيها خطوط لحد تاني، سجل عليها خطوط لحد تاني وباعها لحد تاني. فانا بقى رحت الفرع عشان اعرف ايه هم الاربع ارقام. طبعا انا عارف منهم رقمين وفي رقمين تانيين مش معايا، فتابعوا بقى معايا لغايه الاخر، شوفوا انا رحت الفرع عملت ايه بالخطوات. تابعوا معايا. موجود قدام فرع اورنج، اخش اشوف بقى قصه الخطوط اللي انا بقول لكم عليها دي. يلا بينا نشوف. لو سمحت انا عايز اعمل استبدال شريط. باسمي. المشكله ان عندي 3-4 شرايط مسجلين باسمي، 3 انا عارفهم ورابعه انا ما اعرفش عنها حاجه، فانا عايز ارجع الرابعه دي. عارف الرقم؟ لا. طبعا الموظفه خدت مني البطاقه وبدات انها تبحث على الارقام، وبعد كده انا استنيت. ولو حصل وقال لك الموظف في اي شركه تانية، لان الشركات غير بعض، قال لك لازم تديني الرقم، فانت ممكن تتصل بخدمه العملاء بتاعه شركتك وتجيب منه الارقام المسجله على بطاقتك. طبعا انا عملت استرجاع لخطين مش خط واحد، ودفعت 5 جنيه بس مش 10 جنيه، لان كان فيهم خط مجاني، ومضيت على الاقرار والابلكيشن الخاص بكل خط، وبعد كده بقى استلمت الخطوط بتاعتي زي ما انتم شايفين. ادي الخطين بالبطاقه وهي خدت ال5 جنيه، ومبروك عليا. طبعا يعني انا كنت طالع مبسوط جدا من الفرع وحاسس ان انا حققت انتصار. فلازم انت تكون مفتح وتكون واخد بالك، لان بياناتك هي مسؤوليتك، لازم تحافظ عليها، ما تسمحش لاي حد مهما كان انه يستخدم اي حاجه باسمك وببياناتك. الفيديو ده انا عملته خطوه بخطوه وطبقته على نفسي اولا، وخلي بالكم من بياناتكم. الفيديو اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وخلي بالكم يا جماعه واحذروا ان حد يستخدم خطوط مسجله على اساميكم من غير ما انتوا تعرفوا، واحنا عرفنا بنعرف ازاي، وبلغوا حبايبكم بالموضوع ده. وانا هسيب لكم الرابط بتاع التطبيق في الديسكريبشن، خشوا حملوه واعملوا الاختبار ده، واعملوا زي ما انا عملت بالظبط، والحقوا الخطوط بتاعتكم، يا اما ترجعوها يا اما توقفوها. شكرا ليكم، سلام عليكم.